المحاضرة السابقة حتى تذكرون ونربط ما بين المحاضرتين. احنا اخذنا ذكرنا بالبداية عن الباراسايت، اخذنا الباراسايت كمراجعة سريعة، قسمنا الباراسايت ثلاث اقسام اللي هي البروتوزوا والهلمنتس والارثروبوتس، وقلنا احنا البروتوزوا شرحناها باول محاضرات من بداية اول محاضرة الى المحاضرة رقم 7 عن البروتوزوا اللي كانت عن الساركودينا والماستيغوفورا والسبوروزوا والسيليات، واخذنا تفرعاتها وأقسامها وكل الطفيليات أو الباراسايت ضمن هالمجاميع الثلاثة. المحاضرة رقم 8 كانت بدايتها هي عن الهلمنتس، وقسمناها إحنا إلى 2 فايلوم اللي هي البلاتي هلمنتس والفايلوم الثاني اللي هي النيماتود. وذكرنا إحنا البلاتي هلمنتس نقصد بها البلات وورم اللي هي الديدان المسطحة، والنيماتود هي الراوند وورم اللي هي الديدان اللي تكون مدورة أو دائرية. قسمنا البلاتي هلمنتس الى 2 كلاسز اللي هي التريماتود والسيستود. التريماتود اللي نسميها بالفلاك والسيستود اللي نسميها بالتاب وورم. وذكرنا بانه there are two classes are parasitic in almost of their life stage، حتكون متطفله في جميع اطوار او مراحل حياتها. اخر شيء اخذنا بعدها تطرقنا الى الصفات العامه للهلمنتس، ولما اتطرقنا إلى الصفات العامة للهلمنتس رجعنا قسمنا الهلمنتس أو خلينا نقول البلاتي هلمنتس إلى 2 أوردر اللي هي السيدوفيليا والسايكلوفيلا. أخذنا من ضمن السيدوفيليا اللي هي السيستودا اللي هي التاب وورم، ومن ضمن السيستودا التاب وورم الديلفوتروم لاتوم اللي هي اللي تسبب لنا الأسماك. واليوم إن شاء الله راح نبدي نطرق إلى الأوردر الثاني اللي هو السايكلوفيلدي. إحنا ذكرنا الأوردر الأول اللي هو السيدوفيلدي، إنه تعيش هذه الديدان بالأمعاء الدقيقة للإنسان، للقطط، للكلاب بشكل أطوار بالغة. تتطفى الأطوار اللي رقية على القشريات والأسماك، تصيب لنا الطيور، تصيب لنا اللبائن، تتغذى هذه الديدان على الأسماك. أهم ميزاتها إنه بالرأس موجود أخدودين حيان طويلين تقع الفتحة التناسية منتصف الجسم قريبا من موقع البطني. ومثال أشهر مثال عليها أخذناها هي دودة السمك الشريطية اللي هي ديثلوبوثروم لاتم. بالنسبة لليوم راح يكون محاضرتنا عن الرتبة السايكلوفيلدي. السايكلوفيلدي هذه الديدان تبدي تعيش في القناة الهضمية للبرمائيات، للزواحف، للطيور، لللبان ومنها الإنسان. أهم ميزة تتميز بوجود أربعة محاجم كبيرة اللي هي نسميها السكرز، بالإضافة إلى وجود الروستيلوم، بالإضافة إلى وجود أيضا فتحة تناسلية تكون موقعها جانبي. هسا راح نبدي محاضرة اليوم وراح نبدي بالأوردر نمبر 2 اللي هو السايكلوفيلدي. السايكلوفيلدي the larval stage is a bladder or cystic vesicular form. بنجي بالنسبة إلى الأطوار اليرقية بهذه الرتبة حتتميز بأن الأطوار اليرقية شكلها يكون مثاني أو حتكون حوصلية الشكل. الأطوار اليرقية The larval stage is a bladder or cystic vesicular forms. من أهم أنواع الهلمنتس ضمن السايكلوفيلدي هي التينيا، والتينيا حتكون على أنواع. راح نأخذ النوع الأول تينيا ساجينتا، نقصد بالتينيا ساجينتا اللي هي دودة البقر الشريطية. تينيا ساجينتا اللي هي دودة البقر الشريطية، هذه الدودة هي معروفة من أيام الفراعنة واليونان القدماء بالعصور الوسطى، واشتهرت بالمجتمعات اللي تكون تتغذى أو أغلب أغذيتها على لحوم الأبقار مثل البلدان الإسلامية بأستراليا، نيوزيلندا، فرنسا، سويسرا، دنمارك، إيطاليا، أمريكا. هاك مقدمة سريعة عن التينيا ساجينتا. بالنسبة إلى التينيا ساجينتا حتكون وين تتواجد أو تعيش دائما بالسمول انتستينال، حتتواجد بالأمعاء الدقيقة. تقريبا طولها يصل إلى 5 أمتار أو أكثر. تتميز هذه الديدان بأنه يكون أجسامها محتوية على السيجمنت اللي هي القطع
أو نسميها البروغليتت، اللي هي يعني عشان تكون مقطعة إلى قطع صغيرة. راح نبدأ محاضرتنا هذا اليوم اللي هي تينيا ساجينتا، تسمى أيضا بالبيف تاب وورم، اللي هي الدودة الشريطية البقرية، أو لها اسم آخر تينيا رينكا ساجينتا. إذن كتسمية تينيا ساجينتا بيف تاب وورم تينيا رينكا ساجينتا. الدزيز المرض اللي حيكون متسبب عن هذه الديدان نسميها بالتينياسيس ساجينتا، اسم المرض تينياسيس ساجينتا، مرض الديدان الشريطية البقرية. نجي بالنسبة للهابيتات، وين تتواجد أو موطن أو مكان معيشة هذه الديدان. Adult tapeworm is attached to the wall of the small intestine of man. دائما راح نلاحظ أنه البالغات أو خلينا نقول ديدان متصل إلى مرحلة البلوغ أو مرحلة النضج مو اليرقية. التاب وورم هي عبارة عن ديدان مسطحة تكون ملتصقة دائما على جدران الأمعاء الدقيقة. Adult tap worm is attached to the wall of the small intestine of the man. نجي إلى شكل المورفولوجي بهذه الديدان. It is white, tap-like worm, adult. Worm 5 meter long with 1,000-2,000 proglated. نجي بالنسبة إلى الشكل المورفولوجي لها، هي عبارة عن ديدان تكون شريطية بيضاء اللون، تقريبا تصل أطوالها إلى 5 أمتار، والدودة تحتوي لنا من 1000 إلى 2000 قطعة، تحتوي من 1000 إلى 2000 قطعة. السكوليكس، احنا مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة انه البلاتيهلمنتس بصورة عامة اجسامها راح تتكون من الهيت، من الرأس، وراح تتكون من النيك اللي هي الرقبة، واخر شيء عندنا الستروبيلا. والستروبيلا احنا ذكرناها بانه بقية اجزاء الجسم اللي تحتوي لنا على القطع. ذكرنا انه هذه القطع تكون ماتشور وان ماتشور. ان ماتشور راح تكون قريبة من العنق اللي نغسل الناضجة، اللي هي الاعضاء الذكرية التكاثرية الذكرية تكون بعدنا مكتملة التكاثرية، بينما الماتشور اللي تكون بالوسط او نهاية خلينا نقول جسم الدودة راح تكون محتوية على الأعضاء التكاثرية. نجي بالنسبة إلى سكوليكس، pyriform with 4 muscular suckers، no rostellum, no hooks, there is a slight apical depression, an armed tapeworm. هسا عندنا هاي الصورة راح تشوفون اللي أمامكم أسفل الصفحة، هي صورة تمثل لنا الرأس التينيا ساجينتا. راح نلاحظ موجود الأربع دوائر اللي هي موجودة بالأعلى، هي عبارة عن 4 muscular suckers اللي هي الممصات الأربعة العضلية. فائدة هاي الممصات الأربعة العضلية الفور muscular sucker to attach to the wall of small intestine، وظيفتها أو فائدتها تبدي تلصق بجدران الأمعاء الدقيقة. No rostellum no hook، راح نلاحظ هذا النوع من التينيا ما تحتوي لنا على خطاطيف او ما تحتوي على محاجم، بالاضافه انه تحتوي على slight apical depression. لاحظوا بالصوره بين المحجمين اكو منطقه شكل منخفضه، slight apical depression اللي هي منطقه انخفاض قليله بالقمه. an armed tapeworm، شو نقصد بالarmed tapeworm؟ معناها انه هذه الديدان تكون غير مسلحة. إيش نقصد بالغير المسلحة؟ إنه هي ما تحتوي لنا على روستيلم أو هوك. هسا راح تشوفون بالنوع الثاني راح تحتوي لنا على الهوك والروستيلم، بحيث إنه راح نقول armed tap worm، يعني راح تكون مدعمة أو مسلحة. المدعمة أو المسلحة معناها وجود وسائل تدعم الهيكل الرأسي. نرجع مراجعة سريعة للسلايد قبل ما ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها. بالنسبة إلى السايكلوفيليدي، اللارفا ستيج is a bladder or cystic vesicular form. تينيا ساجينتا نسميها بالبيف تاب وورم أو تينيا رينكا ساجينتا.
ديزيز تينياسيس ساجينتا. الهابيتات وين حتكون متواجدة؟ adult tapeworm is attached to the wall of small intestine of the man. المورفولوجي: it is white tap-like worm, adult worm 5 meter long with 1000 إلى 2000 بروغليتس. بالنسبة للسكوليكس بايليفورمز يكون كومتري الشكل with 4 muscular suckers، يحتوينا على 4 ممصات تكون عضلية. No restella, no hooks. There is a slight apical depression. An armed tapeworm. نجي سلايد الثاني أو الشريحة الثانية اللي هي راح ناخذ الستروبيلا. نقصد بالستروبيلا اللي هي جسم الدودة. Neck immature. Proglated, mature proglated. راح تتكون من ثلاث أجزاء اللي هي العنق. Immature proglated اللي هي القطع تكون غير ناضجة. والmature proglated اللي هي القطع الناضجة. About 20 مليم. In width. تقريبا العرض مالها 12 مليم. With a full set of male and female reproductive organ. بالنسبة إلى المature بروغليتد تقريبا يتراوح عرض القطعة 12 مليم، بالإضافة إلى أن هذه القطعة تحتوي لنا على الأعضاء التكاثرية الذكرية والأنثوية في نفس القطعة. نجي إلى الميل أند فيميل ريبرودكتيف أورجان، ما هي الأعضاء التكاثرية الذكرية والأنثوية بالنسبة لهذه الدودة اللي هي التينيا ساجينتا؟ نبتدي بالفيمال ريبرودكتيف اورجان، الاوفري المبايض بيلوبيت تحتوينا يعني على مبيضين ثنائية المبيض، فاجينا المهبل او او تايب اللي هو عبارة عن مثل تضخم يشكل لنا اشبه بالرحم، حتتجمع به او تمر من خلال البويضات. يتيلاري اللي نقصد بها الغدد المحية. behind the ovary gland ultras راح نلاحظ انه خلف المبيض موجود الرحم، يسموه بالرحم الأعمى لأن يكون خلف المبايض ما يبين. بالنسبة إلى male reproductive organs من الخصاء 300 to 400 follicle، تحتوي لنا تقريبا الخصية من 300 إلى 400 تجويف بداخل الخصية. بس افرنشيال الأوعية المنوية الناقلة كولت تبدي تلتف حتى تكون لي الباس ديفرنس، حتى تكون لي القناة المنوية. سيريوس جنتل بور راح نلاحظ أن الفتحة التناسلية وين حتكون موجودة؟ in the lateral margin of the segment، موجودة بالجهة الجانبية للقطعة، موجودة على الجهة الجانبية للقطعة. the gentle pore on the lateral margin of the segment alternate irregular between the right and left margin as the segment move toward the posterior end of the worm. They become more elongate and narrow. Graffit said. راح نلاحظ بأنه الفتحة التناسلية اللي ذكرناها قبل شوية موجودة على جانبي القطعة. في بعض الأحيان حتبدي تتناوب بشكل غير منتظم على الجهة اليمين أو على الجهة اليسار، وأثناء حركة الديدان راح نلاحظ أنه هذه القطعة تكون أكثر استطالة وبيقا، يعني حتكون مستطيلة وتكون أكثر استطالة، يعني معناها أنه العرض مالها راح يقل أثناء الحركة. إحنا ذكرنا أنه أثناء القطع عندنا ماتشو إماتشو، وعندنا القطعة الأخيرة نسميها بالجرافت. الجرافت سيجمنت، نقصد بالجرافت سيجمنت هي هذه المنطقة أو هذه القطعة تحتوي لنا على البيوض. تحتوي هذه القطع على البيوض. إذا نجي إلى الجرافت سيجمنت، the alcon sits center longitudinal stem with 15 to 20 lateral branch on the each side which enter subbranch. راح نلاحظ إنه في بعض
تحديدا راح تكون هذه المنطقه اللي نسميها بالجرافت تكون ممتلئه بالبيوم، والاعضاء الذكوريه والانثويه تكون مضمحله. راح نلاحظ تحت هاي العباره او الفقره مباشره حيكون عندنا رسم يمثل لنا المقطع الجانبي للجرافت سيجمنت. هذه المنطقه راح نلاحظ انه الف راس الرحم يكون بشكل مضمحل، هو عباره عن تفرعات او بانش تقريبا من 15 الى 20 في كل جانب، فروع جانبيه على شكل فروع جانبيه على كل جهه 15 الى 20، وبداخلها موجود بداخل هذه العديد من البيوم. The tumor progressed becomes separated signally or in a small group and pass out with the stool. راح نلاحظ انه هذه هي راح تكون اللي هي ذكرناها قبل شويه، قلنا الجرافت سيجمنت تكون طرفيه بحيث انه بسهوله ممكن انه تنفصل عن جسم الدوده، تكون بشكل منفصل، وفي بعض الاحيان تنفصل كقطعه واحده وبعض الاحيان تنفصل كمجموعه يعني قطعتين او ثلاثه. زين هذه من تنفصل كمجموعه او قطع وين راح تروح؟ pass out with the stool، حتبدي تعبر او تخرج ويا الستول. ايش راح تحتوي هذه القطعه؟ هذه راح تبدي تحتوي لنا على العديد من الايك. الايك are library by rupture of rabbit progliated 80,000 egg. In a single progliated infection person can discharge about 500,000 egg per day. راح نلاحظ بأنه احنا مو قلنا قبل شوية بأنه القطع راح تبدي هذه تخرج ويا الفضلات او ويا خروج الانسان ويا الستول بشكل اما مفرد او بشكل مجموعة، كل قطعة من هذه القطع تحتوي لنا تقريبا 80,000 بيضة، القطعة الواحدة بحدود 80,000 بيضة. هذه البيوض راح تبدي تتحرر من هذه القطع. شلون راح تبدي تتحرر؟ تبدي تتمزق القطعة الناضجة أو تخرج هذه البيوض وتتحرر من القطع. ممكن أن الإنسان يطرح ويا الفضلات أو ويا الخروج تقريبا 500,000 بيضة باليوم الواحد. فشوفوا كل دودة، هاي الدودة تقريبا كم قطعة راح تخرج لنا خلال اليوم الواحد؟ فتقريبا بحدود ممكن 500,000 بيضة خلال اليوم الواحد. هسا نجي إلى الإيك، شون حيكون شكل البيوض؟ بالنسبة للبيوض شكلها سفيركل، كروية الشكل 31 to 43 ملم in diameter. بالنسبة لأبعادها حتكون من 31 إلى 43 مايكرون. Half thin transparent outer imperial envelope. راح نلاحظ بأنه الغشاء أو الغلاف الخارجي يكون شفاف ورقيق. And thick brown shell. بالنسبة إلى الغلاف الخارجي أو القشرة الخارجية حتكون بنية وسميكة اللون. Composed of many slender roots cemented together within the shell in the hexans embroy which has three pair of lenses shaped hook. راح نلاحظ بأنه هذه البيضة أيضا تحتوينا على عدد من القضبان الرفيعة المثبتة، ويحتوينا بالداخل على جنين يكون سداسي، وتحتوي البيضة على أيضا ثلاثة أزواج من الخطاطيف، الخطاطيف اللي تكون بشكل إبري، على شكل إبري. هسا أخذنا الشكل المورفولوجي لكل من الأدلت، وأخذنا الشكل المورفولوجي للقطع، وأخذنا الشكل المورفولوجي للبيوض. نجي بالنسبة إلى دورة حياة التينيا ساجنتا، شون حتقضي دورة حياتها؟ بالنسبة لدورة الحياة هي راح نشوفها بالكتب عبارة عن 3 إلى 4 أوراق. اختصارا لكم اختصرناها على شكل مخطط، فهذا المخطط يمثل لنا شرح بسيط لدورة الحياة. حتبدي دورة الحياة بالأدلت in small intestine of man. راح تبدي دورة الحياة بوجود الديدان اللي تكون كاملة أو البالغة. وين حتكون موجودة؟ بالسمول انتستن اوف مان، موجودة بالأمعاء الدقيقة للإنسان. بالنسبة لهذه الديدان حتبدي تكون البيوض، تنضج أثناء دخولها داخل الأمعاء،
ايش راح يصير بيها؟ تبدي تلتصق المحاجم او خلينا نقول السكرز، تبدي تلتصق التاش with the wall intestine، راح تبدي تلتصق بجدار الامعاء وتبدي تسحب وتمص العناصر الغذائية. بعد ما تمتص الغذاء راح تبدي تنضج، تكون لنا الاعضاء التكاثرية الذكرية والانثوية. بعدها راح تبدي تلجأ تكون لنا البيوض. هذه البيوض وين راح تروح؟ تتجمع بالجرافت بروجريتد، راح تتجمع بالقطع الأخيرة اللي هي راح تبدي تطرح إلى الخارج ويا الفضلات. فعندنا الايك ان بروجريتف ان جرافت بروجريتف ان فيسز اور انفايرومنت، راح نلاحظ انه البيوض راح تبدي تخرج ويا الفيسز ويا الفضلات اثناء انفصال القطع الجرافت عن جسم الدودة. هسه آخر شيء وين راح صارت البيوض ويا الفضلات؟ in a brilliant egg or prograted ingested by cattle first host. تجي المواشي أو الكتل تتغذى، خاصة إذا عندنا الإنسان يعيش بالقرى والأرياف دائما التغوط حيتغوطون بالأراضي الزراعية على النباتات، فراح تتلوث اعتيادي النباتات الفضلات هذا الشخص اللي يكون حامل للتينيا ساجينتا. أثناء تلوث النباتات بالغائط الإنسان المصاب أو الحامل لهذه الديدان، تجي القطل تتغذى على هذه النباتات اللي تكون مصابة، فاعتيادي راح يبدي ياخذ النباتات المصابة اللي بها الايك اوف تينيا ساجينتا وتدخل إلى داخل جسم القطل الماشية، وراح يكون هو الفيرست هوست المضيف الأول. دخلت البيوض إلى داخل الأمعاء، من تصل إلى داخل الأمعاء راح تبدي تتحرر من البيضة اليرقات وتصير على شكل أونوسفير، راح يصير اليرقات تبدي تفقس وتفقس إنها تتحرر منها الأونوسفير. الأونوسفير بعد ما تفقس تبدي تخترق الأمعاء. أونوسفير هاتش بنتريتد إنتستن، بعد خروج اليرقات من البيضة راح تبدي تخترق الأمعاء. اخترقت الأمعاء تتغذى على الأمعاء، بعدها راح شرح يصير بيها سيركوليشن، تبدي تتحوصل. بعد ما تتحوصل راح تبدي تتحول إلى طور يرقي آخر نسميها بالسيستي سيركس. السيستي سيركس، وهذا السيستي سيركس راح يبدي يتجه وين؟ إلى العضلات، ويكون مصدر الإصابة infection stage، يصل إلى العضلات الهيكلية والقلبية، تتحول تبقى هناك بحدود من 60 إلى 75 يوم. هذه اليرقات السيستي سيركس اللي تكون مثانية وردية اللون تكون قابلة لإحداث الإصابة، ولهذا نسميها بالإنفكشن ستيج. وين راح تكون موجودة؟ بداخل العضلات عند مصر، راح تكون موجودة بداخل عضلات الحيوان أثناء تغذية الإنسان على الكتل، سواء الأبقار، الأغنام أو المواشي أو أي نوع. راح يبدي ياخذ اللحم، وإذا كان خاصة غير مطبوخ بشكل صحيح أو يأكله بشكل ني، راح تبقى هذه السيستي سيركس موجودة بالعضلات، فراح تدخل إلى داخل جسم الإنسان بشكل يرقي السيستي سيركس وتكون مصدر عدوى أولية، دخلت إلى داخل جسم الإنسان. وين راح تعبر؟ من الفم إلى القناة الهضمية، ثم إلى تصل أخيرا إلى الأمعاء. تبدي هذه السيستي سيركلز بواسطة الرأس، هي تمتلك السكوليكس الرأس، وبالإضافة إلى السكرز هيمنة تحتوي لنا على فور مسكل سكرز، أربعة منصات عضلية. تبدي attach to the small intestine، تبدي تلتصق بواسطة الأمعاء وتبدي تسحب المحتويات الغذائية. بعدها راح تتحول من السيستي سيريوس إلى الأدلت، تتحول إلى البالغات وتبدي تعيد دورة الحياة. راح أبدي أعيد لكم بدورة الحياة مرة أخرى. بالنسبة لدورة الحياة التينيا ساجينتا، تينيا ساجينتا راح تبدي دورة الحياة، خلينا نبديها من الأعلى بالأدلت إن سمول إنتستنت أوف مان، وجود البالغات أو الديدان البالغة في أمعاء الإنسان، في الأمعاء الدقيقة نحددها بالسمول أوف مان، موجودة بالأمعاء الدقيقة للإنسان. حتبدي شلون تدخل إلى داخل الأمعاء الدقيقة للإنسان؟ عن طريق تغذية الإنسان على اللحم
البقري اللي يكون ملوث بيرقات التين ياساجاتا. فتناول اللحم اللي يكون غير مطبوخ بشكل جيد أو ني، فدخل عن طريق الفم إلى القناة الهضمية وصل إلى الأمعاء. من تصل هذه الديدان إلى الأمعاء مباشرة راح تبدي تلتصق بجدار الأمعاء بواسطة شنو؟ بواسطة السكرس المصاب، راح تبدي تلتصق، تبدي تسحب المواد الغذائية من الأمعاء. بعد ما تسحب المواد الغذائية وتمتص راح تبدي تنمو، من تنمو راح يبدي الأثرية الذكرية والأنثوية تتطور، تبدي تضع البيوض. وضعت إن البيوض وين راح تكون؟ هذه البيوض راح تكون بمنطقة الجرافتت، بمنطقة أو القطعة اللي نسميها بالجرافت اللي تكون هي مليئة أو تتجمع بها البيوض. هذه الجرافت بروغليتت راح تبدي تنفصل عن الجسم وتخرج ويا الخروج أو الفضلات إلى خارج. إلى خارج وين راح تخرج؟ إلى خارج الإنسان المثقف اللي راح يبدي يتروط بالأماكن الصحية العامة. وأكو عندنا اللي عايشين بالقرى والأرياف يتغوطون بالخارج، بالبيئة الخارجية، يعني مو بالأماكن الصحية، يعني بالمزارع، على المياه. فاعتيادي راح يخرج الغائط ويا هذه الديدة، فإما راح تتلوث النباتات أو راح يتلوث الماء. تجي الكتل اللي هي المواشي، الأغنام، الأبقار، تجي تتغذى على هذه النباتات اللي هي ملوثة ببراز الشخص المصاب واللي بيها البيوض برقات التينيا. تبدي تتغذى هذه الكتل، تدخل البيوض أو حتى اللي نسميها بالجرافت بروغريتت، القطع اللي هي تحتوينا على البيوض، تبدي تدخل إلى داخل جسم الماشية وتصل إلى الأمعاء أو القناة الهضمية. البيوض إيش راح يصير بيها؟ راح تبدي تتحرر من هذه القطع. شلون راح تبدي تتحرر من هذه القطع؟ تبدي إما يعني هذه القطع تبدي تتمزق وتخرج منها البيوض، والبيوض تعتبر خلينا نقول إنه تعتبر هذه المواشي the first host، النظيف الأولي. بعد دخوله إلى داخل القناة الهضمية راح نلاحظ إنه البيوض راح تبدي تتطور، من تصل إلى القناة الهضمية تتطور ويخرج، تفقس منها يرقات الطول اللي نسميها بالأونوسفير. بالأونوسفير راح تبدي تخرج من البيوض. هذه الأونوسفير اللي هو الطول اليرقي اللي راح يخرج أو يفقس مباشرة من البيضة، وين راح يبدي يتجه؟ يخترق لنا الأمعاء. بعد ما يخترق الأمعاء ويتغذى وياخذ غذاء يبدي يتحوصل circulation، يتحوصل أو يتكور ويصير بشكل دائري. بعدها راح يتحول إلى طور آخر نسميه بالسيستي سيريوس. سيستي سيريوس اللي هو وين هذا الطور؟ هذا الطور يسموه بالطور المثاني لأنه شكله يبدي يشبه شكل المثانة، راح يبدي يتجه أو يتحرك إلى منطقة العضلات، بالمنطقة العضلية، يصل إلى العضلات الهيكلية القلبية، تبقى بحدود من 60 إلى 75 يوم بداخل هذه العضلات. وأثناء تغذية الإنسان على اللحوم راح يبدي يأخذ اللحم اللي يكون ملوث بالسيستي سيريوس ويتناوله، حيبدي يدخل إلى داخل جسم الإنسان. وين راح يصل لنا؟ إلى منطقة السمول انتستن، إلى منطقة الأمعاء الدقيقة. جدار الأمعاء، بالقصد بجدار الأمعاء الدقيقة عن طريق السكرز الممصات. وبعدها راح تتحول من السيستي سيريوس إلى الأدلت، إلى البالغات، وهي موجودة داخل جسم الإنسان حتى تعيد دورة الحياة. طلاب، بالنسبة لدورة الحياة واضحة؟ هي صح شوية يمكن معقدة وطويلة. واضحة؟ أوكي، راح أكمل الفقرة اللي بعدها. سنجي إلى السيستي سيريوس اللي هو هذا الطربوبس. إحنا مو ذكرنا السيستي سيريوس هو واحد من الأطوار المهمة اللي راح يكون موجود بالعضلات واللي يكون infection stage، مصدر العدوى. شلون حيكون شكل السيستي سيريوس بوبس؟ أوفالي، يكون بيضاوي، apical in the shape، يكون بيضاوي إلى متطاول في الشكل، which measured 5 by
10 مليم تقريبا، أبعاد تراوح من 5 إلى 10 مليم. And head likes about worm. راح نلاحظ بأنه الرأس تقريبا يشبه يعني تكون مشابهة للبالغات، للديدان البالغة adult worm. And vegetal to the fluid-filled bladder. راح نلاحظ أنه الجسم يكون ليش يشبه يعني يكون أشبه بالمثانة ويكون ممتلئ أو مليء بالسوائل، ولهذا يسموه بأشبه بالمثانة لأن المثانة هي اللي تبدي تخزن لنا السوائل. فهنا هذا الطور راح يبدي الداخل هو عبارة عن يكون كأنما جسم يخزن لنا كل السوائل فيكون شبيه بالمثانة. Mostly beef بالنسبة للحوم البقرية meat that contain cystic serious bovis. راح نلاحظ أنه اللحوم المحتوية على الأكياس الديدان الشريطية هي اللي راح تكون كمصدر عدوى للهيومان infection stage. نجي بالنسبة إلى pathogenesis and semi-epitomology. Infection with the adult Tinea sagenta is without symptoms. راح نلاحظ من أعراض الإصابة ما حتبدي تظهر عندنا من تكون الديدان كاملة، وراح تكون ظاهرة على الشخص، وفي بعض الأحيان يعني كأعراض نقصد بها أكو علامات مرضية وأكو أعراض. فأهم يعني مثل يكون كطفح أو فتشي ما راح نلاحظ هذه الأعراض، لكن هناك علامات تدل على وجود الإصابة. شنو هي العلامات اللي تدلنا على وجود الإصابة بهذه الديدان؟ abdominal discomfort. راح نلاحظ انه آلام موجودة بالبطن، عدم ارتياح البطن او آلام في منطقة البطن. diarrhea اسهال. alternate with constipation اسهال متناوب مع امساك. anorexia فقدان شهية. hunger pain الشخص يشعر دائما بآلام الجوع ما تتأذي ويكون جوعان ومع هذا يريد يأكل يتناول الغذاء لكن ما عنده شهية لتناول الغذاء. intestinal obstruction really راح نلاحظ عنده انسداد معوي، راح يصير انسداد معوي. إذا من pathogenesis and semi-epitomology abdominal discomfort اللي هي آلام في البطن. diarrhea alternated with the constipation اللي هو إسهال متناوب مع إمساك. anorexia اللي هو فقدان الشهية. hunger pain آلام الجوع. intestinal obstruction انسداد معوي. نجي بالنسبة إلى diagnosis التشخيص، شلون حنشخص الإصابة بهذه الديدان؟ demonstration of the prolated or egg emphysis. راح ندي نشخص عن طريق وجود أو ظهور القطع أو البيض في براز الشخص المصاب. سيرو دايجنوسيس اللي هو التشخيص المصلي أو المناعة عن طريق الـ IHA أو الـ IFA أو طريق اختبار الإلايزا. أدهيرفس سيليفون تاب تكنيكيو تقنية شريط السيليفون اللاصق، يعني راح نبدي ناخذ جزء من العينة أو مسحة على سلايد ونبدي نفحص. نجي بالنسبة للإبيديمولوجي، cattle acquire the larvae stage of Tinea sagenta by grazing on moist pasture contamination with the feces or which contain eggs. راح نلاحظ بأنه شلون راح تبدي ينتقل هذا المرض بشكل وبائي. راح يبدي ينتقل المرض بشكل وبائي أثناء اكتساب للمواشي للطول اليرقي اللي هي تينيا ساجينتا. شو راح يبدي يكتسبها أو تدخل إلى داخل الجسم؟ عن طريق الرعي أو عن طريق التغذية على الأماكن الرطبة، خاصة إنه هالديدان تبدي تنشط من تكون المناطق رطبة ملوثة ببراز شخص مصاب، أو عن طريق شرب المياه الصرف الصحي اللي تكون محتوية على البيوض الملوثة بهذه الديدان التينيا ساجينتا. EGG remain viable for 2 months is the natural condition and for 6 months under optimum condition of moisture temperature. راح نلاحظ انه هذه الديدان لها قابلية انه تبقى لمدة شهرين في الحالة الطبيعية ولمدة 6 أشهر في حالة وجود الرطوبة
ودرجات الحرارة المثلى. Man is the only natural defensive host of Sargenta. Man acquired the infection by eating uncooked or undercooked beef containing cysticercia. راح نلاحظ بأنه الإنسان هو المضيف الطبيعي الوحيد للساجنتا. راح يبدي يكتسب الإنسان العدوى عن طريق شو؟ راح تبدي تدخل إلى داخل الجسم عن طريق تناوله للحم البقري الغير المطبوخ أو اللي يحتوينا على السيستيسيركس. نجي بالنسبة إلى الكنترول، شون حنبدي نسيطر على هذا المرض أو شون راح نبدي أتخلص من هذا المرض. بالنسبة للكنترول، proper disposal of human feces، نتخلص من الفضلات بشكل سليم أو بشكل صحيح. شلون نتخلص من الفضلات بشكل سليم أو بشكل صحيح؟ التغوط يكون بالأماكن العامة الصحية وليس خارج المنزل، بحيث أنه نلوث البيئة ونلوث مياه الصرف الصحي. Workers at cattle feed lots examined predictably for sink of the infection. نبدي نفحص العاملين في حظائر الأعلاف والمواشي بشكل دوري حتى نتأكد من عدم وجود إصابات. Through cooking of beef before consumption, heating the meat to 65 degrees centigrade is the safe ground. راح نبدي نطهي الطعام أو اللحم البقري على درجة حرارة 65 درجة مئوية. هذه تعتبر من الطرق الوقائية الآمنة حتى نحافظ على الصحة، لأن درجة الحرارة اللي هي العالية أو 65 كافية أنه تقضي لي على الطور اليرقي المتكيس. Freezing the beef at minus 20 degrees centrifuge for 24 hours or longer called the cysticercus. أيضا طرق أخرى بالإضافة إلى أنه نطبخ على درجة 65 درجة مئوية. بعض الأشخاص اللي يفضلون أنه يأكلون اللحم الني أو الغير مطبخ بشكل جيد، خلي بالبداية يخلون أو يجمدون هذه اللحوم على درجة حرارة ناقص 20 درجة مئوية لمدة 24 ساعة، لأنه هذه درجات الحرارة المنخفضة كافية أنه تقتل لي الأطوار اليرقية. خلصنا من النوع الأول اللي هي تينيا ساجينتا اللي هي ديدان البقر الشريطية. ننتقل إلى النوع الثاني اللي هي تينيا سوليوم اللي هي ديدان الشريطية الخنزيرية. الأولى ديدان تينيا ساجينتا اللي هي ديدان الشريطية البقرية اللي تتواجد المضيف إلها الهوست اللي هو الكتل اللي هي الأبقار. هنا تينيا خنازير. بول تاب وورم، أرم تاب وورم، حنسميها عدة تسميات. الديدان الشريطية الخنزيرية أو الديدان الشريطية المسلحة. أنتوا إذا تتذكرون بداية المحاضرة من شرحنا قلنا تينيا ساجينتا، ذكرنا أن أرم تاب وورم، قلنا أنه هي تكون غير مسلحة أو مدعمة، وذكرنا أنه هي ما تحتوينا على ستريلام أو هوك، لا عندها خطاطيف ولا عندها السترالة مثل المحاجم اللي حتبدي تدعمنا منطقة الرأس. بالنسبة للديزيز اللي حيكون متسبب عن التينيا سوليوم، تينياسيس سوليوم بورك تاب وورم انفكشن، نسميه بمرض التينياسيس سوليوم الديدان الشريطية الخنزيرية، نسيب أنها متخصصة على الخنازير، أو الإصابة بالديدان الشريطية. الهابيتت وين تتواجد أو الأماكن المفضلة للتينيا سوليوم، in small intestine of man، الأماكن المفضلة الأمعاء الدقيقة للإنسان، الأمعاء الدقيقة للإنسان. نجي إلى المورفولوجي، شكل المورفولوجي 2 to 3 متر in length، تقريبا طولها يتراوح من 2 إلى 3 أمتار. fewer than 100 بروغليتد، تقريبا خلينا نقول تحتوينا على أقل من
من 1000 قطعة نجي بالنسبة إلى السكوليكس الرأس، شون حيكون جلوبليار in the shape، راح يكون الرأس كروي الشكل. for suckers راح تشبه السابقة بأنه تحتوينا على 4 منصات of alternated large and small hooks. الاختلاف هذي كان no hooks no سترومل، هنا راح تكون تحتوينا على small hooks large and small hooks، موجود خطاطيف صغيرة وكبيرة تكون بشكل متناوب تقريبا 22 to 36 in number، أعدادها من 22 إلى 63، تكون قياسها من 140 إلى 200 مايكرون and من 100 إلى 150 مايكرون بالطول. هذه بالنسبة كل ما يتعلق بالشكل المورفولوجي للرأس. نجي إلى القطع، هي أيضا تحتوينا على السكوليكس، تحتوينا على النيك الرطبة، وتحتوينا على البروغريتد، والبروغريتد راح تكون بشكل ماتشور وإن ماتشور. راح تشوفون هنا صور، هذا اللي على جهة اليسار اللي هو السكوليكس الرأس، راح تلاحظون هنا alternative large and small hooks، هذه الخطاطيف الصغيرة والكبيرة تكون بشكل متناوب، واحدة كبيرة والثانية صغيرة تقريبا من 22 إلى 63 عددها. الرسم اللي بالوسط اللي هو يمثل لي الماتشور بروكليتد اللي هي القطع الناضجة اللي تحتوي لي على الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية، اللي بالأخير على جهة اليمين سايد الجرافت بروكليتد اللي هي القطع الأخيرة اللي تكون ممتلئة بالبيوض واللي يكون بها الأعضاء الذكرية أو بالأعضاء الأنثوية تكون مضمحلة نوعا ما في هذه القطع. نجي إلى الماتشور بروغريتد. الماتشور بروغريتد are wider than long، تكون أعرض من الطول، يعني إحنا هاي القطعة مو متساوية أبعادها، مو مربعة، لا العرض يكون أكثر من الطول. nearly identical those tinea sagenta tested 150 إلى 200 follicle. راح نلاحظ بأنه تكون أعراضها مشابهة موجودة للتينيا ساجيرتا، الخصيتين تقريبا تحتوينا من 150 إلى 200 سميناها تجويف، بالإضافة لجرافيت سيجمنتد لونجر دان وايد. راح نلاحظ بالنسبة للجرافيت راح تكون أطول من العرض، الطول أطول من العرض. هاف ألتراس تحتوينا على رحم. The medium stem with 9 to 10 lateral branch، وإحنا قلنا الرحم راح يكون بالجرافيت بروجريسز راح تكون معدوم أو خلينا نقول مضمحل، يكون بشكل عبارة عن تفرعات، تكون موجود بشكل تفرعات، ذكرنا اللي قبل شوية من 12 إلى 15 تفرع، هنا راح تكون من 9 إلى 10 تفرعات بالنسبة للرحم. نجي بالنسبة إلى الليف سايكل، دورة الحياة. نجي بالنسبة إلى دورة الحياة التينيا سوليوم. تينيا سوليوم راح نبدي دورة الحياة بالأدل إن الأدل إن سمول إنتستين، راح نبدي دورة الحياة بوجود الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة للإنسان. الجرافت بروجريسز egg in the faces or environment as diagnosis stage، راح نلاحظ بأنه هي مو موجودة الديدان بشكل بالغ داخل الأمعاء، هذه الديدان أثناء تغذيتها على جدار الأمعاء تبدي تكون لنا البيوض، هذه البيوض وين راح تكون موجودة بالجرافت بروجريتد، راح تكون موجودة بالقطع اللي هي الجرافت، راح تبدي تخرج مع الفضلات إلى الخارج، وممكن نعتبرها هذه المرحلة هي الـ diagnosis stage من المراحل التشخيصية. egg or proglated ingested by peak intermediate host، راح تجي الخنازير تتغذى على النباتات الملوثة ببيوض هذه التينيا، إما
راح تكون عندنا سهمين من الجراف بروجريتد ايك فيسز ذا انفايرومنتال دايجنوستكس ستيج، راح يكون سهمين، اما البيوض حتروح عن طريق التناول الخنازير للغذاء الملوث بهذه البيوض، او occasionally ingested by man first host، او راح تدخل الى داخل جسم الانسان يتناولها الانسان. راح تقولون شلون يتناول الانسان البيوض اللي هي ملوثة؟ هل هو يتناول الفضلات او البراز؟ لا، فتيادي لا، اما حيكون اثناء خروجه من الحمام ما راح يغسل ايده بشكل صحيح، فراح تبقى البيوض بين الاظافر، واثناء تناول الطعام تدخل مرة ثانية الى داخل الجسم، او في بعض الاحيان يتناول خضروات غير مغسولة بشكل جيد تحتوينا على بيوض هذه التينيا، فراح تدخل الى داخل الجسم مرة اخرى. في كل الأحوال إذا كانت البيوض موجودة داخل البيك أو كانت موجودة داخل المين، هتبدي تفقس إلى الأونوسفير هاتش بنتريشن انتستينال وول، بالحالتين راح تبدي تفقس إلى الطول اليرقي اللي هو الأونوسفير، وراح تبدي تخترق لجدار الأمعاء. بعد ما تخترق جدار الأمعاء وتبدي تتغذى، راح تمر بمرحلة سيركوليشن، تبدي تتكيس أو تتكور. بعدها تبدي إذا كانت بالهيومن بالإنسان migrate to the different side of the body developed cysticeres، راح تبدي تنتقل إلى أجزاء من مكان إلى مكان آخر، وتبدي تتحول إلى الطول cysticeres. بالنسبة البيك أو الخنازير تبدي تتحول أيضا إلى الطول cysticeres، لكن هذا الطول وين راح يبدي يبقى؟ يبقى ما راح يكون موجود بالأمعاء، راح يبدي ينتقل إلى العضلات، إلى منطقة العضلات الهيكلية، راح يبدي ينتقل العضلات الهيكلية أو العضلات القلبية داخل البيك، وراح يبدي يستقر بهالمنطقة لأنه هذه اليرقات تفضل الأغذية الغذاء اللي موجود بالعضلات، ما تفضل الأمعاء، فراح تتحول إلى منطقة العضلات، وتعتبر هذه هي الانفكشن ستيج. من موجودة هذه اليرقات السيستي سيريالز موجودة بداخل اللحوم بالعضلات، يجي الإنسان يتناول هذا اللحم، اللحم اللي يكون مليء باليرقات، فراح تبدي تدخل إلى داخل جسم الهيومن مرة أخرى، وتصل إلى منطقة الأمعاء، وتبدي هذه السيستي سيريالز تبدي تلتصق بجدار الأمعاء عن طريق السكرز اللي موجودة، فور سكرز تبدي تلتصق بجدار الأمعاء، وتبدي تمتص محتويات الغذاء، وتتحول من سيستي سيريالز إلى الأدلت، تتحول إلى البالغات، وتعيد دورة الحياة من جديد. نجي إلى السيستي سيريال سيريوليسيس اللي هو هذا الطور المهم اللي هو الانفكشن ستيج، فيرلي وايت، شو راح يكون شكله؟ راح يكون كمثري ويكون أبيض، يعني تكون كمثري وبيضاوي اللون، يعني تكون بشكل لونه تحت المجهر، راح يكون أبيض أو لؤلؤي. ميجرينج قياسها حوالي 5 مليم، خلي بس أطلع لكم السلايد حتى تشوفوه. Measuring 5 mm by 8 to 10 mm, the scolex deeply invigentated in fluid-filled bladder is provided with four suckers, and a rostellum, as in the adult, is the provided with the four suckers and the rostellum, as the adult worm. راح نلاحظ أنه قياسه بعدها 5 مليم وتقريبا عرض من 8 إلى 10 مليم، وتكون هذه المرحلة اللي نسميها السيستيريالز تكون شكلها يعني شكل إيش أشبه بالمثانة، تكون مملوءة بالسوائل، تحتوينا تقريبا على 4 موصات بالإضافة إلى وجود المحاجم، حالها حال الديدان اللي تكون التينيا البالغة، تكون مزودة بأربع ممصات بالإضافة إلى المحاجم اللي إحنا ذكرناها. لحم الخنازير اللي يكون ممتلئ يعني اللحوم المصابة واللي تنقل من العدوى الإنفكشن ستيج راح تكون مملوءة بالسيستي سيريالز. نجي بالنسبة إلى الباثوجينيسيس أند سيميبتمولوجي، نجي بالنسبة إلى الإمراضية والأعراض المرضية. بالنسبة للإمراضية والأعراض المرضية اللي راح تكون ناتجة عن التينيا سوليوم،
اللي راح تكون ناتجة عن التينيا سوليوم هي راح تكون infection with the adult tinea solium produce the same clinical manifestation. راح تكون أعراضها مشابهة للأعراض التينيا اللي احنا ذكرناها قبل شوية بالتينيا ساجين، تكون نفس الأعراض. يعني شنو هي؟ الأبدومين discomfort، آلام في البطن، diarrhea alternative with the constipation، إسهال بالجوع، hunger pain. لكن الاختلاف انه ما راح يكون عندنا no intestinal absorption، يعني ما راح تكون عندنا الانسداد المعوي. فقط الاختلاف انه العرض المرضي للانسداد المعوي ما راح يحصل بالتينيا سوليوم. نجي بالنسبة الى الدايجنوسيس، راح يكون similar to the tinea sargenta. بالنسبة الى التشخيص، نفس طرق التشخيص اللي احنا ذكرناها بالتينيا سارجنتا، اللي هي عن طريق تشخيص البروغليتد او الايج ان ذا فيسز، نشخص وجود البيض بالبراز بالاضافه الى التقنيات السيرولوجيكال دايجنوسيس الاي اتش اي والاي اف اي والاليزا، بالاضافه للاختبار الثالث اللي هو ادهيرفس سيلوفان تاب تكنيكيو. خلصنا الدايجنوسيس، نجي بالإبيديمولوجي الوبائية، شلون راح يبدي ينتقل هذا المرض بشكل وبائي، طرق انتقال المرض بشكل وبائي. الإبيديمولوجي human infection with the adult tinea solium result from eating raw pork containing cysticercia cereus. Man is the only natural host of the adult worm. Man is also suitable host for the cysticercias. بالنسبة إلى المرض الوبائي، راح تبدي تنتشر العدوى بين الأشخاص البالغين أو من شخص إلى شخص آخر عن طريق تناول شخص للحوم الخنازير النية أو اللي تكون مطبوخة بشكل غير جيد، والإنسان هو يعتبر المضيف الطبيعي الوحيد لهذه الدودة. بالنسبة إلى الكنترول، شلون حنبدي نسيطر على هذا المرض أو نتفادى الإصابة بهذا المرض؟ sanitary disposal of human feces عن طريق التخلص الصحي من فضلات الإنسان، نقصد التخلص الصحي من فضلات الإنسان، إنه نتجنب أو ننصح أو نوعي الشخص إنه ما يتغوط بالأماكن الزراعية أو بالقرب من النباتات أو بالقرب من المياه اللي حتى تجي مكان تغذية المواشي أو الخنازير على هذه المكان، يكون التغوط بالأماكن الصحية المخصصة. treatment of the infection person، يجب أن ننطي العلاج المناسب للشخص المصاب بهذه الديدان. through cooking of pork or held in the deep freezing for at least 24، نبدي نطهي لحم الخنزير بشكل جيد، وإذا في حالة الأشخاص اللي يفضلون أنه يأكلون اللحم ني، يجب على الأقل أنه يجمدون اللحم لمدة لا تقل عن 24 ساعة على درجات حرارة منخفضة جدا، يعني بالماينس تقريبا 20 درجة سيليزية كافية حتى تقبلنا على الطور اليرقي، تكون كافية للقضاء على الأطوار اليرقية. طلاب، إلى هنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي كانت عن السايكلوفيليدين، واللي أخذنا نوعين من التينيا، تينيا ساجينتا والتينيا سوليوم. بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم، عندكم أي سؤال عن المحاضرة؟ إن شاء الله اتفقنا على الأسبوع القادم حيكون عندنا امتحان كويس يوم الجمعة، بس أريد تحددوا لي الوقت، شو وقت تريدون تمتحنون بالضبط، أي ساعة؟